هل يجوز للإنسان أن يسافر بزوجته وأختها؟ وإذا ما سافر الإنسان هل يأثم؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن تسافر المرأة مع زوج أختها لأنه ليس محرما لها، ووجود أختها معه وهي زوجته لا يجيز سفرها معهما لأنه ليس محرما لها، هو أجنبي منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم.